بتدور على شقة ومش لاقي الوقت اللي تنزل فيه تتفرج على شقق؟ بتدور على فرصة استثمار؟ العقارات دايماً كنز للزمن. احنا في شوف عقار دوت كوم جمعنا لك أكبر شبكة مواقع للعقارات. السلام عليكم، أنا مايكل راشد وإنت بتشوف برنامج الزيتونة. فكرة برنامج الزيتونة هي أن أنا بقدم لكم كل أسبوع زيتونة وتلخيص كتاب جديد في أقل من 10 دقايق. فلو أنت ما عندكش وقت أن أنت تقرأ أو أنت أصلاً مش بتحب القراية، تقدر كل أسبوع تستفيد بكتاب جديد. 25,550، تفتكر الرقم ده بيفكرك بحاجة معينة؟ لو ان متوسط عمر الانسان هو 70 سنة، فمتوسط عمر الانسان بالايام هيساوي 25,550 يوم. ولو انا دلوقتي عندي 27 سنة، فده معناها ان انا عشت حوالي 9,500 يوم. يعني هم 25,000، انا عشت منهم 9,000. يا خبر اسود. سيبك بقى من المقدمة اللي ملهاش اي 30 لازمة دي، وركز معي كويس جدا، لان احنا دلوقتي هناخد كتاب هيكلمك عن ازاي تكون اكثر انتاجا. ازاي يا عيني تقدر تستغل الوقت اللي باقي لك الصغير في الحياة ده بطريقة احسن وبمجهود اقل، فتقدر في الاخر تحقق انتاج اكبر من اللي كنت بتحققه قبل كده، سواء بقى على الفلوس، سواء بقى على الشغل، سواء بقى على مذاكرة، سواء بقى على اللايف ستايل بتاعك، سواء على اي حاجة. ازاي بوقت قليل ومجهود قليل تقدر تحقق انتاج اكبر. اللي كتب الكتاب ده واحد اسمه ريتشارد كوك، كتبه سنة 1999، والكتاب ده واخد ريتنجز على جود ريد 4 من 5. فكرة الكتاب الأساسية ريتشارد كوك أخدها من راجل اسمه باريتو. باريتو ده كان راجل عايش في إنجلترا في العصور اللي هي حوالي القرن 19-18، حاجة شبه كده يعني. باريتو كان بيتمشى كده في الجنينة بتاعته واكتشف ان 80% من انتاج العسل جاي من 20% من النحل الموجود بس. باريتو كده ركز في القاعدة دي واكتشف ان هي ممكن تمشي على اي حاجة موجودة حواليه في الحياة. فمثلا 80% من الناس بيمشوا في 20% من الشوارع بس. 80% من ثروة انجلترا كلها موجودة مع 20% من الناس بس. باريتو ساعتها عمل القاعدة بتاعته اللي بتقول ان 80% من النتيجة لاي حاجة جاية من 20% من الاسباب. طبعا الارقام دي ممكن تزيد وممكن تقل، ولكن كده من الاخر معظم النتيجة اللي ممكن تحصل عليها في اي حاجة هي جاية من 20% او جاية من جزء صغير بس من الاسباب بتاعتها. ودي كانت القاعدة بتاعت 80-20 او قاعدة باريتو. جه بعد كده ريتشارد كوك وقال لنا ازاي نستخدم القاعدة دي في 3 اسبكتس موجودة في الحياة، او 3 اتجاهات مختلفة. اول حاجة ازاي نستخدمها في الشغل، تاني حاجة ازاي نستخدمها في العلاقات، تالت حاجة ازاي نستخدمها في اللايف ستايل او في اسلوب الحياة. اول حاجة في الشغل، ريتشارد كوك قسم نوع الشغل اللي ممكن تشتغله كفرد او في شركة او في مؤسسة كبيرة لحاجتين، شغل مثمر وشغل غير مثمر. الشغل المثمر ده هو مثلا ان انت تخلص صفقات، ان انت تعمل علاقات مع زباين، ان انت مثلا تعمل اي حاجة تطلع ناتج باين قدامك. والشغل الغير مثمر ده هو ان احنا مثلا نعمل اجتماعات كتير، نبعت ميلات كتير، نتكلم في التليفون كتير، نضيع وقت بعض، نقعد مثلا نهتم بتزيين المكتب بتاعنا، اللي هو الشغل اللي في الاخر مش هيطلع لي ريورد او مش هيطلع لي ناتج. للأسف لقى ان الجزء المثمر ده يمثل 20% بس من وقت العمل الموجود للشركة كلها، وان 80% من وقت الشركة بيضيع في الجزء الغير مثمر. مش بس كده، ده الجزء المثمر ده اللي هو بيمثل 20% ده بيجيب للشركة 80% من ارباحها. وهكذا كانت نصيحة ريتشارد كوك هي ان انت تدور على فين ال 20% اللي بتجيب لك 80%، فين 20% الشغل المثمر اللي ممكن يجيب لك 80% ارباح وتكبره، فين ال 20% مثلا من الزباين اللي عندك اللي بيعملوا لك 80% من الدخل او من البيع وتكبرهم، فين 20% من المنتجات اللي عندك اللي بتدخل لك 80% من البيع بتاعك، فين 20% من الموظفين اللي عندك اللي بيعملوا لك 80% من الشغل بتاع الشركة. يبقى من الاخر دور على 20% دي اللي بتجيب لك 80% وحاول تكبرها على قد ما تقدر، وفكك بقى من اي 80% تانية بتجيب لك 20% بس. تاني حاجة قاعدة 80-20 في العلاقات. بيقولك كده ان انت ممكن تكون عارف ناس كتير جدا، ولكن 20% بس من الناس اللي انت تعرفهم دول بيسببوا لك 80% من السعادة ومن الاستكفاء ومن الشعور الكويس اللي ممكن تحسه. فبدل ما تضيع طاقتك وبدل ما تضيع وقتك مع ناس كتير جدا، ركز مع ال20%، ركز مع الناس القريبين منك قوي، ركز مع الناس اللي فعلا بيدوك احساس بالطمأنينة والامان والاستكفاء والفرح. لما ركزت على 20% دول لقيت نفسك كده عملت حاجتين. اول حاجة وفرت وقت ومجهود تعمل حاجات كتير جدا موجودة في يومك. تاني حاجة هتلاقي نفسك فعلا وصلت لنسبة من السعادة اكتر من اللي انت كنت متخيل توصله مع الناس كلها. ده على مستوى الناس كلها. طب مثلا على مستوى حد واحد، يعني مثلا لو انت مرتبط او انت مرتبطة، ازاي تطبق قاعدة 80-20 مع الحد اللي انت مرتبط بيه؟ انت ممكن تقعد مع البنت اللي انت بتحبها او تقعدي مع الحد اللي انت بتحبيه 5 ساعات، ولكن في الاخر تحس ان انتوا ما قعدتوش كتير، وممكن حد تاني يقعد مع الحد اللي بيحبه ساعة واحدة بس، وفي الاخر يحس ان هم قعدوا كتير جدا.
ده نتيجة ان الخمس ساعات اللي قعدوها الناس دي مع بعض كان فيها اربع ساعات ضايعة كل واحد قاعد على الفيسبوك او بيتكلم في اي حاجة تانية او مش مركز مع التاني، وفي ساعة واحدة بس كل واحد فيهم مركز مع التاني اللي هي قاعدة 80-20، وبالتالي 20% من الوقت ده كان سبب 80% من الاحساس اللي وصلوا له. على الناحية التانية بقى، ممكن يبقى عندك وقت قليل مع شريك حياتك او الحد اللي انت مرتبط بيه، ولكن الوقت القليل ده انت قادر تستخدمه صح. عارف ايه هي ال 20% المشتركة بينكم اللي بتسبب لكم 80% من السعادة؟ وبتركز على 20% دي عشان توصل لنتيجة احسن بكتير ما لو كان عندك وقت كبير جدا بس مش عارف تشتغل على 20% دي. اخر حاجة كلمنا فيها ريتشارد كوك على اللايف ستايل او على اسلوب الحياة، دي برضو فكرة ان احنا بنضيع وقت كتير جدا من يومنا بنعمل حاجات مش مهمة، حاجات بتمثل 80% من الوقت ولكن 20% انتاج، زي مثلا القهوة، زي ان انت تتكلم مع ناس ملهمش لازمة، زي التليفونات الكتير، زي انك تقعد تتفرج على التلفزيون كتير، زي الناس اللي بتخلص مسلسلات كاملة في يوم. وفي 20% اللي هم مثلا وقتك مع اهلك، اللي هو الوقت اللي انت تقرا فيه، الوقت اللي انت ممكن مثلا تروح فيه الجيم، الوقت اللي ممكن تعمل فيه حاجه مفيده، الوقت ده احنا مش بنستغله صح. ففي اللايف ستايل برضو كل ما تستثمر الوقت بتاعك في ال 20% اللي انت ممكن تعمل فيها حاجات كويسه، هتلاقي كنتيجه على ده انت بقيت انسان مختلف تماما وبقيت انسان احسن بكتير. بكده نكون خلصنا مع بعض كتاب قاعده ال 80-20، خدنا ايه هي القاعده ديت وخدنا تطبيق عليها في الشغل وتطبيق في العلاقات وتطبيق في اللايف ستايل او اسلوب الحياه. ما تنساش تساعد الزتونه ان هي توصل لناس اكتر من كده بكتير عن طريق ان انت تعمل شير لفيديوهات الزتونه لو عجبتك، وما تنساش برضو تعمل لايك وسبسكرايب للبيج بتاعت الزتونه على الفيسبوك ولليوتيوب تشانل بتاعت الزتونه عشان تلاقي كل اسبوع كتاب متلخص في اقل من 10 دقائق. كان معكم مايكل راشد، برنامج الزتونه. شكرا.